بسم الله الرحمن الرحيم اسعد الله ايامكم اعزائنا المشاهدين وهذه ازكى التحايا من القلب الى القلب نوجهها اليكم اينما كنتم عبر اثير قناه الكوثر واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج فقه الاسلام على مائده الخير والمعرفه نلتقي وفي رحاب الشهر الفضيل نستكشف معا اسرار العباده وسبل الارتقاء الروحي ووصل المحبوب ونيل حبه ورضوانه. في هذه الحلقه مشاهدينا الاكارم نستكمل واياكم في القسم الاول من الحلقه بيان الاسرار الروحيه لعباده الصوم وكيف يحصل المؤمن الصائم حقيقة هذه الفريضة المقدسة. وفي القسم الثاني من وقت الحلقة مشاهدينا نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم الفقهية والدينية والمجال مفتوح لكل أهلنا وإخوتنا من جميع المذاهب الإسلامية لطرح ما يرغبون من أسئلة ومداخلات. ولهذه الغاية يسعدنا ان نستضيف استاذ دراسات العليا في الحوزه العلميه سماحه الشيخ اسد محمد قصير اعزائنا هذا فاصل ونواصل فابقوا معنا للتواصل مع برنامج فقه الاسلام يمكنكم ارسال مشاركاتكم النصيه والصوتيه والفيديويه من خلال برنامج الواتساب على الارقام التاليه يمكنكم التواصل معنا عبر ارقام الهواتف. إضافة إلى ذلك، بإمكانكم التواصل المباشر مع موقع قناة الكوثر الفضائية على الرابط www.alcouthrevy.com. اهلا بكم مشاهدينا الاكارم وتقبل الله اعمالكم وصيامكم ان شاء الله في صحيفه من نور ان شاء الله اسمحوا لي ان استقبل ضيف الحلقه سماحه الشيخ اسد محمد قصير استاذ الدراسات العليا في الحوزه العلميه سماحه الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتقبل الله اعمالكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقبل الله الأعمال أحييكم وأحيي جميع مشاهدي قناة الكوثر أهلا بكم دائما سمحت شيخ أنا ما يصلني على هاتفي على الموبايل هو ليس مدحا وإنما يجب نقل الحقيقة أن المشاهد يتأثر بالروحيات في زمن اختنقنا فيه بالماديات يعني الثقافه الماديه خنقتنا جعلت من الانسان اله ياكل ويشرب وينام ويلتذ ثم يموت وينتهي وينعدم اليوم حياه الروح والصحه الروحيه هي في المنظومه الاسلاميه عامل اساس في السعاده بالامس ذكرتم سرا من الاسرار الروحيه لعباده الصوم نريد ان نستكمل معكم اليوم سمحت شيخ بيان المزيد من اسرار الصوم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الصوم هو مدرسه تربويه مدرسه كامله مدرسة متكاملة من الناحية التربوية والروحية. والصوم هو في الواقع ايضا هو عالم من الاسرار والاداب المعنوية والاحكام الشرعية. نستطيع ان نعبر عن الصوم بانه هو منظومة عبادية مستقلة. وفيها الكثير من الاسرار والاداب والاحكام التي لا يسع المجال لذكرها ولكن اذا احببت ان ان اقدم شيئا من هذه من هذه المنظومه العظيمه فبالامس نحن ذكرنا سرا من اسرار الصوم وهو الغايه الاسمى من الصوم من هذه العباده ومن كل العبادات ولكن في الصوم تتجلى يتجلى هذا السر وتتجلى هذه الغايه اكثر من غيره من العبادات وهو ان الغايه الاعلى من الصوم هو لقاء الله عز وجل هو حب الله هو ان تكون من من الذين يحبهم الله ورسوله يعني تصل الى مقام الحب لله عز وجل واليوم ايضا نريد ان ايضا نستضيء بسر اخر من أسرار الصوم وهو أن الصائم يصل من خلال هذه العبادة الروحية يصل إلى مقام اليقين نعم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين العبادات بشكل عام تؤدي بالإنسان إلى اليقين طبعا نحن لا نتكلم عن اليقين العلمي أو كما عبرتم العلم المادي نعم انما نتكلم عن اليقين يقين القلب اليقين الذي يهيمن على قلب الانسان يعني نتكلم عن المعرفه يعني نتكلم عن الشهود الكشف والشهود وبالتالي لا نتكلم عن العلم الحسي او العلم المادي او العلم المجرد انما نتكلم عن العلم الذي هو ينبعث من قلب الانسان وبالتالي هذا العلم يختلف عن العلم الذي نحن نعرفه من هنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما سئل هل ترى ربك لا. قال كيف أعبد ربا لا أراه لم لا أراه نعم يراه ويتيقن منه وتيقن منه ولكن الذي يراه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام هو ليس من خلال الادله العقليه على وجود الله عز وجل، ادله النظم مثلا او غيرها من الادله، لا امير المؤمنين يراه بالقلب يراه يعني باليقين، فاذا هناك يقين قلبي هذا اليقين القلبي هو ايضا من من الفوائد الروحيه للعبادة المعرفة المعرفة واليقين من الفوائد الروحية للعبادات بشكل عام ولكن في الصوم هذه الفائدة تتجلى أكثر في هذه العبادة من غيرها من العبادات كما ذكرت بالأمس لقاء الله عز وجل الإسراع أو كما نحن نعبر أن الصوم هو أسرع اسرع الى لقاء الله عز وجل حتى من الصلاه ومن الحج كذلك ايضا الصوم هو اسرع الى اليقين اسرع بالعبد العارف الصائم اسرع به الى الى مرتبه اليقين من هنا جاء عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم في الحديث المعروف حديث المعراج في حديث المعراج هناك الكثير من المعارف الإلهية التي لابد لنا أن نتعرف عليها من هذه المعارف أن أن الرسول صلى الله أن الله عز وجل سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا أحمد صلى الله عليه وآله يا أحمد كما في هذا الحديث الجميل حديث القدسي يا أحمد هل تعلم ما ميراث الصوم؟ طبعا ما تلك بيمينك يا, يا موسى. موسى؟ هل تعلم نعم هل تعلم ما ميراث الصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا قال ميراث الصوم ميراث الصوم نعم. إرث الصوم نتيجة روحية أو كما نحن نعبر النتيجة التكوينية الروحية للصوم. الأثر التكوين الروحي للصوم المعرفي للصوم هو ميراث الصوم قلة الأكل طبعا هنا يذكر الأسباب يعني هنا لا يريد أن يذكر النتيجة بشكل مباشر يذكر الأسباب لا. ميراث الصوم قلة الأكل طيب ماذا تنتج لنا قلة الأكل وأنا سأتكلم عن الجوع وماذا يفعل الجوع بقلب الإنسان وماذا يفعل بروح الانسان تجعلها تحلق وتصل الى عز قدس الله عز وجل فيقول قل قلة الاكل وقلة الكلام، طيب ماذا ينتج قلة الاكل وقلة الكلام؟ ثم قال محمد صلى الله عليه واله وسلم سائلا في ميراث ماذا في عن ميراث الصمت وقلة الاكل، ماذا ينتج؟ ماذا يورث؟ قلة الأكل وقلة الكلام قلة الطعام وقلة الكلام قال إنها تورث الحكمة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وهي والحكمة تورث المعرفة هنا بدأ يعني يقرب هذا الإرث العظيم للصوم الذي ينتج عن قلة الطعام وقلة الكلام، وهي الحكمة تورث المعرفة والمعرفة تورث اليقين. فإن استيقن، إن استيقن، طب إذا وصل إلى مرتبة اليقين، إذا حاز على هذا السر العظيم، اليقين حكمة معرفة. اليقين فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف اصبح بعسر او يسر لا يبالي كما يقول علي الاكبر عليه السلام ألسنا على الحق؟ قال بلى قال بلى بعد لا يبالي اوقع الموت علينا او وقعنا على الموت واعبد ربك حتى ياتيك اليقين نعم يقين اليقين يعني تنكشف أمامك الحقائق كيف أعبد ربا لا أراه يعني يقين الإمام علي عليه الصلاة والسلام هو رؤيا يرى الله عز وجل ولكن يراه بالقلب وببصيرته اليقين القلبي والرؤية القلبية فهنا الصوم إذن له سر عظيم جدا له ميراث كما في التعبير له ميراث عظيم جدا له إرث عظيم, عظيم جدا أثر تكويني روحي سر عظيم من أسرار الصوم أنه يأخذ بالإنسان إلى مرتبة اليقين وإذا طبعا ما معنى اليقين وما هي النتائج التي تترتب على اليقين لا يسع المجال لأن وقت البرنامج محدود ولكن سأقدم لكم تجربة لشاب تخرج من مدرسة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم المدرسه العرفانيه الله وسلم. نعم عرفانيه محمد كان كان هو صاحب مدرسه عرفانيه طبعا ليس العرفان بذلك المعنى المشوه لا نعم النبي في من مدرسته العرفانيه تخرج شاب لانه قد يقول لي يعني قائل بانه نحن لسنا معصومين، لسنا بائمه، لسنا باولياء حتى نصل الى مرتبه اليقين. انا شاب يعني لا املك ذلك الايمان الكبير. من هنا اريد ان اقدم لكم اخواني واخواتي خصوصا الشباب والشابات، اقدم لكم تجربه شاب تخرج من مدرسه النبي من مدرسه الصوم، من مدرسه الصلاه من مدرسة قلة الطعام والشراب وتحمل الجوع فوصل إلى مقام اليقين هذه الحكاية ينقلها كتاب الكافي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس صلى الصبح بالناس فنظر عند كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمام المسجد يقال هناك كان مكان مرتفع يسمى بالصفّة. يجلس عليه الفقراء، يجلس على هذا مك... على هذا المكان الفقراء. خرج فنظر إلى شاب. هذا الشاب كان جالس على هذا المكان، كان جالساً على الصفّة. إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه قد نحف جسمه. نعم من قلة الطعام من الصوم. من الصلاة، من قيام الليل، وغارت عيناه في راسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه واله كيف اصبحت يا فلان؟ <applause> قال اصبحت يا رسول الله موقنا. اذا هذه هو اليقين رس... والمعرفة. طبعا، تعجب الرسول انه هذا الشاب موقن، طبعا هو ظهر العجب على وجه الرسول صلى الله عليه واله وسلم، هي في الواقع رسالة. نعم. <applause> تعليم للآخرين نعم فت... فعجب الرسول صلى الله عليه وآله م. من قوله وقال إن لكل يقين حقيقة يعني اليقين كل شيء له حقيقة م. يعني كل شيء له آثار هذا اليقين أيضا لابد أن يكون له حقيقة قال له إن لكل يقين حقيقة م. علامات يعني فما حقيقة يقينك أيها الشاب المؤمن الصائم فقال إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت عن عن فعزفت نفسي عن الدنيا لا. تركت الدنيا طبعا ليس الترك والانزواء عن الدنيا بهذا المعنى السلبي لا, لا. يعني طلق الدنيا كما طلقها طيب. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام نعم ولكن امير ولكن يسمح لي المخرج بعدد دقائق حتى طيب. لا ينقطع طيب. ف ولكن ليس كالعزوف المتصوفه الذين يتركون الدنيا كما لا. الان يريد البعض ان يجعل التصوف مدرسه للعزوف عن الدنيا وعن السياسه وعن المستضعفين وعن وعن المسؤوليات الاجتماعيه لا م. كما يقول امي طلقتك ثلاث غري غيري فيقول فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كاني لحظ اليقين لاي مرتبه يصل الانسان اذا يعني اذا صار موقدا كاني انظر الى عرش ربي وقد نصب للحساب العرش وحشر الخلائق لذلك يعني يرى يرى القيامه يعني يرى يرى المستقبل <applause> الآن ينظر إلى يوم القيامة وحشر وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم هذا هذا الاستشراف الروحي هذا الاستشراف الذي يرى يرى بعين الغيب طبعا الله عز وجل يعلمنا الغيب هو عالم الغيب والشهادة ولكن قد يرتضي أن يعلم الغيب لبعض العارفين لبعض العابدين يقول وأنا فيهم وكأني أنظر إلى الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك متكئون وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون وكأني الآن أسمع طبعا هذا سمع القلب نعم. وكأني الان اسمع زفير, زفير النار يدور في مسامعي فقال رسول الله لأصحابي هذا عبد نور الله قلبه بالايمان. جزاكم ثم الله ثم قال آخر. الزم ما انت عليه فقال الشاب ادعو الله يستغل الفرصه. نعم. يستغل الفرصه الرسول امامه لا. فيريد ان يطلب يطلب حاجه. لا. ادعوا الله لي يا رسول الله ان ارزق ان ارزق الشهاده. لا. هذا لم يكن متصوف م. جالس في زاويه لا, لا. يريد ان يستشهد في سبيل طيب. الله. هذا لا. هو التصوف الحقيقي. أحسنتم. هذا هو العرفان الحقيقي، م. مدرسه الامام الخميني للعرفان لا. الذي هو في الليل زاهد ناسك وفي النهار يدافع عن المستضعفين م. ويدافع عن المظلومين و... و... ويقول كلا للظالمين. هذا هو العرفان الحقيقي فقال له الرسول دعا له الرسول فلم م. يلبث ان خرج في بعض غزوات النبي واستشهد. فاستشهد رضوان بعد يعني. تسعه نفر وكان هو العاشر جزاكم طب. الله سمحت الشيخ على هذه المساحه الروحيه جزاكم الله عنا وعلى المشاهدين خير الجزاء اعزائنا هذا فاصل ونواصل فابقوا معنا اهلا بكم مشاهدينا الاكارم من جديد حان الوقت لاستقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم واسئلتكم الدينيه والفقهيه السيد صالح من العراق السلام عليكم اخي العزيز وتقبل الله اعمالكم تفضلوا السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمه الله تفضل السلام عليكم, عليكم شيخنا الله يعطيك الله خير ننتفع بهذه المعلومات عن مدرسة أهل البيت الشيخ مصطفى الإمام علي عليه السلام الحديث حديث يقول لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا ممكن لو نفهم مسألة اليقين اللي يتكلم عنه الإمام علي عليه السلام هل هو يقين مكتسب من رسول الله أو هل هو يقين بصيرة من الله سبحانه وتعالى للامام علي عليه السلام كإكرامية <applause> او كهديه من الله سبحانه وتعالى للامام الله رحمه الله, الله. الله. شكرا جميل لكم جميل اخي جميل سيد جميل صالح جداً. ان شاء الله أحسن. سمحت شيخ يجيبك على هذا نعم. السؤال نعم. دكتور احمد انت معنا من لندن الصديق العزيز السلام عليكم ورحمه الله تفضلوا دكتور السلام عليكم ورحمه الله السلام. وبركاته تحياتي عليكم السلام ورحمه الله اهلا بي. وتحياتي لسماحه شيخنا الفاضل أهلا إيه انا سعدت والله برؤيتكم يا دكتور جمال مره اخرى العفو واسعد دائما واسعد دائما بالسؤال والحديث مع سماحه الشيخ الفاضل الشيخ إيه إيه الفاضل فيك. انا نشات في في اهل السنه وعندي ثلاث اسئله إيه انا اعرف مم. الاجابه ولكن إيه اريد بعض التفاصيل لـ لـ لأوصلها إلى أهل أهل السنة السؤال الأول في بداية الصيام في مصر إحنا بنقف نتوقف عن الطعام قبل أذان الفجر ب 20 دقيقة إمساك لا. صحيح إيه ولا أعرف من أين أتت هذه النقطة لا. لا. طيب. في النقطه الثانيه في عند الافطار م. في مصر في بنفطر عند اذان المغرب نعم اول ما يقول الاذان الله اكبر كل الناس تاكل اي اي النقطه الثالثه في الصيام ان لا نعرف وكنت لا اعرف الى الى فضل. ف... فترة قصيرة أه أنه لا يجب على الإنسان أن يستيقظ في نهار رمضان وهو على جنابة متعمدا هذه نقطة ثالثة النقطة الرابعة نعم طيب دكتور احمد لعل الاتصال ايه, نعم. أيه. إيه. إيه. تفضل النقطه الاخيره تفضل ليله القدر ده الأخيرة حياكم الله. واقترح ان كل اجابه اجابه كل سؤال تقطع توضع في مقطع صغير لكي نرسلها الى جميع اهلنا في ان شاء الله ان شاء حياكم الله حياكم الله وبارك فيكم شكرا. اللهم صل على محمد م. وال محمد اللهم صل على محمد شكرا لكم دكتور احمد, سمحت شيخ يعني بما تبقى ان شاء الله من وقت الحلقه الاخ صالح من العراق يقول أنه لو كشف لي الغطاء ما زدت يقينا هل هذا نعم. يعني اختزالا معين أو بصيرة أو هدية كما سمعت فطر نعم هذا ليس اليقين الكسبي أنا أشرت في بداية الكلام هو سؤال وجيه جدا الأستاذ نعم. السيد صالح حفظه الله تعالى آه. العلم أو اليقين عندنا يقين كسبي وعندنا يقين نعبر عنه نحن باليقين الشهودي أو القلبي أعبر عنه باليقين القلبي يقين عقلي يقين قلبي علم عقلي علم شهودي فهذا هذا اليقين الشهودي لا يحصل بالكسب بمعنى أخرى لا يحصل بالتعليم والتعلم هذا يحصل كما ذكرت هذا يحصل من خلال السير والسلوك الروحي من خلال الرياضة الروحية الرياضة الروحية كالصوم الصوم هو رياضة روحية كالصلاة والذكر العبادات هي التي تنمي في الإنسان روح اليقين هي التي تورث الإنسان كما نحن ميراث الصوم ما ميراث الصوم الحكمة المعرفة اليقين فإذا هذا يحصل عليه الإنسان بالكشف والشهود والكشف والشهود يحصل يعني كشف الحقائق يحصل عليه الانسان من خلال العبادات الروحيه وهذا اليقين وهذا الكشف والشهود والمعرفه بحسب تعبير العرفاء هذه المعرفه القلبيه هذه لا تحصل من خلال التكسب نعم علي عليه الصلاه والسلام هو عبد من عبيد محمد هو باب باب مدينه علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نعم تعلم الكثير من النبي صلى الله عليه وسلم ورث العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن في المقامات الروحية في هذه الكمالات المعنوية هذه لم يكتسبها من النبي كسبا إنما حصل عليه من والذين جاهدوا فينا من خلال واعبد وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين أحسنتم نعم. سمعت الشيخ الدكتور أحمد من لندن طبعا سأل أسئلة وهي فعلا ابتلائية لأنه يشاهد فيها بعض الاختلافات م. بالنسبة لبداية الصيام هناك ما يسمى بالإمساكية أو الإمساك أهل السنة والجماعة إخواننا يمسكون عشرين دقيقة قبل أذان الفجر فما هي حقيقة يعني هذه العادة بين هلالين تفضل. بحسب القاعدة القرآنية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط, الخيط الأبيض الخيط الأبيض من الخيط من الخيط من الفجر. نعم هذه القاعدة القرآنية. طيب. فإذا عندنا نحن وقت نعم الخيط الأبيض هو الخيط اسمه طلوع نعم. الفجر. ايه. نعم. هو وقت طلوع الفجر. هذا هو هذا هو اخر وقت للامساك وهذا اول وقت للصلاه. مم. يعني هو متقارن ينشر. يعني تقارن مع بعض. هو دي. نعم هو نفس متقارن. الوقت نفس, نفس الوقت. الوقت نعم. الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. نعم. هو هذا عندما يظهر هذا الخيط الابيض بشكل افقي في الفجر مم. هذا هو هو اخر هذا وقت الامساك. نعم. وايضا هو بدايه وقت الصلاه. مم. هلا ما ينشر من امساكيات هنا وهناك عند الشيعه وعند السنه المشكله الان يعني ابتلوا طيب. بهذه الامساكيات التي تشوش على الناس يعني وقت الامساك ووقت الصلاه ولا يحددون وقت طلوع الفجر فتضيع الناس. هلا هل هناك هل هناك وقت مستحب للامساك قبل طلوع الفجر؟ عندنا نحن في مذهب اهل البيت انا لم اجد فتوى باستحباب الامساك كلوا واشربوا حتى يتبين كلوا واشربوا ما عندنا نحن ما ثابت عندنا استحباب الامساك قبل خمس دقائق وقبل عشر دقائق لا خلي خلوا الناس على ساعه على خلوا على راحتها عند اخواننا اهل السنه والجماعه عندهم روايه استفادوا منها استحباب الامساك قبل عشرين دقيقه نعم في الروايه بان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم راوا الرسول بانه كان يمسك قبل يعني بمقدار قراءة أربعين آية نعم فقالوا أربعين آية يعني عشرين دقيقة قدروها تقديرا لا. ولكن أنا باعتقادي يعني حصل خطأ في استنباط الاستحباب من هذه الرواية هلا الرسول لم يكرر هذا العمل حتى نحن نقول أن هذا عمل مستحب من قال لكم أن هذا مستحب هذه الرواية لا تدل على الاستحباب مع احترامي لها لمن استنبط منها هذه الرواية ما بتدل على الاستحباب هلا الرسول كان هو عنده برنامج انه قبل الفجر يقرا أربعين ايه. لا يدل على استحباب الامساك. ولكن هذا راي موجود عند اخواننا اهل السنه والجماعه. عندنا لا ما عندنا دليل على استحباب الامساك قبل قبل 20 دقيقه. فكلوا واشربوا حتى يتبين طلوع الفجر لكم كما هذا هي هو آه نعم. كما هي الاشكاليه في في بدايه الصوم الاشكاليه ايضا عند الافطار بالامس يعني اشرتم الى ان المساله هل هي في سقوط واختفاء القرص ام هي غياب الحمره المشرقيه؟ السؤال هو السؤال ايضا من الدكتور احمد انه الافطار متى؟ يعني عندما يؤذن المغرب عندهم سقوط القرص ام لا؟ حبذك ايضا باختصار أنه بين هذه النقطه تفضل نعم. باختصار القران اختصرها ثم اتم الصيام إلى الليل. الى الليل حدد وقت الامساك ووقت صلاه الفجر طلوع الفجر وايضا حدد الوقت وقت الافطار ثم اتم الصيام الى الليل م. هل الليل ما هو يعني هل الليل بمجرد ما يختفي قرص الشمس صار ليل للاسف يعني هناك انا شاهدت مثلا في العربيه السعوديه بمجرد ما أن تختفي يختفي قرص الشمس الله اكبر مباشرة احيانا بيكونوا حاملين بايدهم التمر والاكل شو صاير يعني بالدنيا شو صاير بالدنيا التعجيل صحيح انه تعجيل الافطار بس هذا مو تعجيل هذا صار يعني اكثر من تعجيل هذا فهذا صار يعني تسريع بال فلهذا السبب نحن نقول ان الليل على الاقل دع القرص يختفي بشكل كامل على الأقل وإذا أردت أيضا الاحتياط انظر إلى المشرق إذا ذهبت الحمرة في جهة المشرق يعني شعاع يعني الشمس اختفت اختفت إلى حد لم يبقى لها شعاع من جهة المشرق لهذا السبب نحن نقول اختفاء الحمرة المشرقية يعني من جهة المغرب اختفت الشمس بحيث لا يبقى لها بعد شعاع ينصب إلى جهة المشرق <applause> هذا هو الليل هذا هو بمجرد اختفاء القرص هذا ليس ليل ثم أتم الصيام إلى الليل طيب. كان السؤال الثالث هو أيضا الاختلاف أو التميز في عملية إحياء ليلة القدر هل هي ليال قدر أم هي ليلة واحدة إن شاء الله سأتكلم عن ليالي القدر في حينها ان شاء الله سؤال عن ان شاء الله, الله. إن شاء سؤال الله. اخر ايضا جاءنا برساله صوتيه من بريطانيا ايضا مخرج لو سمحت تحط لنا الرساله هو سال اتكرم. ايضا عن الجنابه البقاء على الجنابه نعم سال هو البقاء نعم. على الجنابه نعم البقاء إذا تحب... على الجنابه عمدا تبطل يعني الصوم تبطل الاحاديث الوارده نعم لانه عليك ان تستقبل الصوم وانت طاهر م. عليك أن تستقبل الصوم وأنت طاهر على الأقل أن لا تتعمد البقاء على الجنابة فالصوم هو هو طهارة للروح طهارة للنفس فأنت مجنب وتصوم فمن هذه الناحية على الأقل في شهر رمضان نحن نقول أنه لا يصح الصوم وأنت مجنب بتعمد البقاء على حتى طلوع الفجر نعم في صوم شهر رمضان وفي صوم القضاء نعم الصوم المستحب فيه نوع من التساهل مخرج تفضل السؤال الاول كان عن فحص كورونا تفضل الرساله الصوتيه مولانا كان عندنا استفتاء فيما يخص فحص البي سي ار واللاترال فلو يعني هذه النوع واحد يعني هذه فحوصات لمرض الكورونا بادخال هذه القطنه الى داخل الحلق والى الانف فهل هذا الفحص أثناء الصوم مبطل للصوم هذا أولا وما حاله إذا كان يوجب باقتضاء الطبع بعض الناس يوجب أن يتقيأ وأن يستفرغ وما حكم ذلك خاصة إذا كان الفحص ضروريا وليس بإمكانهم أن يأخذوا هذا الفحص بعد الإفطار خاصة في البلاد التي يطول فيها النهار وفي الأخير هل ان الابره يعني ابره الكورونا ابره تلقيح لقاح الكورونا هل هي مفطره للصوم افتونا رجاء بارك الله بكم السلام عليكم ورحمه الله شكرا للسائل سمحت شيخ فعلا هذه اسئله ابتلائيه يعني خصوصا في هذا الزمن زمن جائحه كورونا في البدايه الفحص هو فعلا في يعني قصبة أو بلاستيك معين يوضع في نهايته قطنة ويتم إنزاله في البلعوم إلى جهة اللوزتين ويؤخذ يعني الماء أو الرطوبة الموجودة على الروزتين ثم يتم سحبها وتفحص هذه المادة كما يقول الأخ أحيانا ربما يصير في استفراغ جبري أو أحيانا شيء نفس هذه المادة التي توضع أو هذا العمل هل هو مفطر؟ يعني هل تصل الى الحلق ام لا هي قبل الحلق الى اللوزتين يدخلها الى داخل اللوزتين كما يقال يعني هذه هذا الانبوب يعني قبل... الذي فيه قطنه ينزل ليلامس اللوزتين وياخذ الرطوبه عن اللوزتين طيب نحن من الناحيه الشرعيه نقول بانه يعني ادخال القطنه الى الى الفم وهي قطنه ات ات وهي قطنه سمعت الشيخ هي قطنه جافه لا ليس فيها جافه, جافة ايه لا لا يضر بصحه الصوم حتى ادخال القطنه الى اول الحلق ايضا لا يضر بصحه الصوم نعم بعض العلماء يستشكل اذا ادخل القطنه الى داخل الحلق الى او الى ما بعد الحلق ولو كانت جافه فنعم هنا يعني بعض ال يعني المراجع يقولون هذا الصوم في حينئذ في اشكال واما اذا ادخل القطن الى ما قبل الحلق أو, او او الى بدايه الحلق فلا يضر بصحه الصوم لانه هو لن يبلع القطنه يعني نعم. ولن يبلع ماده موجوده على القطنه فهذا لا يضر بصحه الصوم آه واذا نعم يريد ان يدخلها الى كما ذكرت الى داخل م. الحلق الى ما بعد الحلق نعم هنا حينئذ آه سيؤدي الى الاشكاليه في الصوم فعليه ان يحتاط بان يستمر بالصوم ثم يعيده اذا يمسك ويعيد واذا ويوعيد. كان يا واذا كان غير مضطر مم. اذا كان غير ينتظر مضطر... الى الليل يفعل ذلك الى الليل طيب اذا و... كان مضطر وفعل ذلك كما ذكر يمسك ويعيد احتياطا يعني يمسك ويعيد اذا دخلت القطنه مم. كما ذكر الى, إلى, إلى, إلى اللوزتين او الى ما بعد الحلق طيب بالنسبه الى التقيؤ. بالنسبه للتقيؤ الجبري تقيؤ اذا كان هو يعلم بانه اذا ادخل شيء الى حلقه يعلم او من عادته بانه اذا ادخل شيء سيتقيأ يعني هو متعمد للتقيأ يعني تعمد التقيأ تعمد التقيأ في مذهب أهل البيت يؤدي إلى الإفطار صحيح. نعم لا كفارة عليه ولكن يمسك ويعيد فيه وفيه وعليه القضاء أيضا هنا آه إذا كان يعلم بأنه إذا أدخل القطنة سيتقيأ يعلم بذلك أو من عادته ذلك فأيضا هنا هنا لا يحق له أن يفعل هذا التحليل أثناء النهار يفعله بالليل إذا كان اللي. مضطرا يفعله وإذا تقي على كل حال يمسك ويعيد لا إثم عليه فمن اضطر لا إثم عليه ولكن يمسك ويعيد آه 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 الفاكسين أو الفاكسن الإبرة أو نعم الإبرة يعني ما يسمى بالتلقيح أو اللقاح الإبرة لأنها هذه إبرة يعني هي دواء هذه لا تفطر حتى يعني حتى لو كانت في الوريد <applause> نعم بعض العلماء يعني إذا أردت أن نقدم بعض العلماء يقول إذا كانت في الوريد وكانت مثلا إذا لم ت... إذا كانت مغذي أو كانت مقوي يعني فيتامينات يستشكل إذا كانت في الوريد والبعض يقول حتى لو كانت في العضل وكانت مغذية أو كانت مقوية أيضا في إشكال ولكن كل احتياطات هناك راي الان كما هو راي سماحه السيد السيستاني دام ظله الشريف أه. يقول خلاف كل هذه الاحتياط يقول بانه سواء كانت الابره مغذيه مقويه في الوريد في العضل آه سواء كانت دواء ايضا كلها لا تفطر يمكن الرجوع الى راي الى هذا الراي طيب برضه. رساله ثانيه مخرج مخرج رسالة ثانية لدينا رسالة صوتية. بارك عليكم على فضيلة الشيخ نود أن نسأل ما هو الفرق بين المغرب والليل لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الصيام إلى الليل والبعض يقوم بالإفطار عند أذان المغرب. شكرا. نرجو منكم توضيح مم. هذه المسألة المسألة حفظكم الله طيب. وبارك فيكم. شكرا للأخ من الله. اليمن سمعت الشيخ أنتم بينتم بعد معنا وقت قليل بينتم. بينت يعني بينتم بشكل مختصر أيضا. أوه. المغرب كما ذكرت يعني المغرب هو اختفاء القرص، ان يختفي القرص. ولكن الليل كما ذكرت الليل هو ان يختفي القرص بشكل كامل بحيث لا يبقى شعاع على يعني من جهه المشرق لا يرسل اشعه اشعته واضواءه وانواره لا يرسل الشمس يعني لا ترسل اشعتها واضواءها باتجاه المشرق. فذهاب الحمرة المشرقية يعني بعد لا يوجد شعاع للشمس وهذا هو الليل أو كما ذكرت أقل تقدير هو اختفاء القرص بشكل كامل إن يعني يختفي القرص بشكل كامل لا بمجرد اختفاء القرص فيكون قد دخل الليل يعني لا يصدق عليه حينئذ بأنه تحقق الليل نعم. السؤال من المغرب السلام عليكم أنا في شهر رمضان عندي دوام كامل لا يسمح لي في قراءة الدعاء أو أو صلاة مستحبة وقراءة قرآن وأدعية مطولة فيمر شهر رمضان دون أن أوفق لهذه العبادات هل يمكن قضاؤها في أيام الراحة في غير شهر رمضان؟ ليس كل شيء له جبران وله قضاء في في ساعات بتروح من من مثل شهر رمضان شهر رمضان حقيقة هذه الحقيقه لا تتكرر طوال السنه وبالتالي يعني لا قضاء لا جبران لهذه الفرصه الروحيه الاستثنائيه الذهبيه المعنويه الرسول كان يقول ماذا يستقبلكم وماذا تستقبلون فلا لا يتكاسل احدنا عن واما بالنسبه الى اذا كنت ممنوع اثناء الدوام اثناء العمل فاستثمر وقتك خارج العمل بعدين هناك أمور لا تخالف قانون العمل مثلا لو كنت ذاكرا لله أو تقرأ القرآن ب... بنفسك مثلا يعني لا يخالف قانون طبعا بشرط أن لا يخالف قانون العمل هذا أمر أساسي طيب. لا يخالف قانون يمكنك أن تكون ذاكرا وقارئا للقرآن وأدعية خصوصا في هذه الأيام يعني هناك الآن تكنولوجيا التي توفر لك هذه الأمور وبشكل مريح فكل ساعاته افضل الساعات هكذا الرسول عرف لنا شهر <متصفيق> رمضان ساعاته افضل الساعات ايامه افضل ايام وليس لها قضاء اذا فاتك شهر رمضان فاتك الخير الكثير وذلك هو الخسران المبين آه آه الاخ من تونس آه السلام عليكم اذا كان القران نزل على الرسول الاكرم صلى الله عليه واله المفروض اليوم الذي نزل فيه ان يكون محددا لا يجب الاختلاف فيه مع هذا نرى الكثير من الاختلافات بين المسلمين حول هذا فلا نرجو يعني التوضيح لا يوجد اختلاف بين المسلمين على القران كالفاظ كصور كايات هناك قران واحد عند جميع المسلمين نعم هناك اختلاف في التفاسير في القراءات صحيح ولكن يعني هناك آيات في القرآن متشابهات وهناك محكمات علينا نحن أن نرجع إلى إلى أهل البيت الراسخون في العلم والقرآن قال لنا ارجعوا إلى الراسخين في العلم من هم الراسخون في العلم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من الذين اصطفينا من عبادنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض يعني آل إبراهيم مستمرين ذرية آخرهم محمد وآل محمد ترجع إلى محمد وآل محمد حتى تعرف المتشابهات وتعرف تفسير القرآن إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي صحيح مسلم هلأ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبداً فالذي يرجع الى اهل البيت ويختلف الى اهل البيت، يختلف على اهل البيت لن ان شاء الله لن يضيع ولن يضل، سيتمسك بالعروه الوثقى بمحمد وال محمد الذين اورثهم الله عز وجل، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا هو الطريق لا. الذي ننجو به من الضلال. ونسأل الله عز وجل أن نتمسك بالثقلين كتاب الله وأهل البيت شكرا لكم والسألة. سمحت الشيخ أسد محمد قصير أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية على ما تفضلتم به من إجابات أعزائي المشاهدين أيضا وأيضا الأسئلة ننتظركم غدا وفي كل ليلة نحن نكون إن شاء الله في خدمتكم هذا جمال بري ودعكم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته